السلام عليكم ورحمة الله. معلومة صحية على السريع، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن السكري وفقدان السمع. بس الأول ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك. أعراض السكري اللي هنشوفها النهاردة مع بعض في الأذن وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والجمعية الأمريكية للسكري، طبعا فقدان السمع ممكن بيدل على الإصابة بداء السكري لدى عديد من الأشخاص، ولكن مش بيكونوا واخدين بالهم من النقطة دي، لأن ارتفاع سكر الدم بيؤدي لتلف في الأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة في الأذن الداخلية، فده طبعا بيعرضهم أصلا لخطورة الإصابة بالصمم في المراحل المتأخرة من المرض. في بعض الدراسات وجد الباحثون أن فقدان السمع بيكون شائع لدى مرضى داء السكري مقارنة بالأشخاص اللي هم مش بيعانوا منه في نفس المرحلة العمرية بنسبة بتزيد عن تقريبا 30%. من أهم العلامات لفقدان السمع الناتج عن السكري أنه بيطلب من الأشخاص اللي حواليه أنهم يكرروا كلامهم، إن هو بيعتقد أن اللي حواليه بيهمسوا كده بالكلام وهم ممكن يكونوا مش بيتكلموا، برضو مش بيقدر أن هو يسمع الآخرين في الأماكن اللي بتكون مزدحمة وفيها صوت عالي، هو نفسه لما بيجي بيتكلم بيتكلم بصوت عالي، بيحب أن هو لما يتفرج مثلا على التلفزيون أو على أي حاجة يرفع الصوت خالص كده بطريقة ملحوظة جدا. طبعا في مشكلة ممكن تقابلنا انه كبار السن ممكن ما نلاحظش انه فقدان السمع ده بيكون نتيجة للإصابة بداء السكري لو هم مش مصابين، لانه مع تقدم العمر اصلا بتتراجع قدرة الاذن على سماع الاصوات بوضوح. من أهم دي كانت من أهم الأعراض. من أهم النصائح اللي ممكن ناخد بالنا منها لمرضى السكري للحفاظ على الأذن وعدم التعرض لفقدان السمع، إنهم يحافظوا على توازن سكر الدم، إنهم برضو يركزوا على فحص الأذن في بشكل سنوي علشان يشوفوا هل حصل فيه خلل أو فيه ضعف أو أيا كان الأعراض اللي ممكن يتجنبوها. برضو يحاولوا يتجنبوا أي حاجة بتسبب ضعف السمع وبالتالي فقدانه مع مرور الوقت، زي مثلا التعرض المستمر للصوت العالي والأماكن المزدحمة اللي فيها ضوضاء وكده. برضو لازم يرجع للطبيب المختص، الطبيب المعالج، علشان يسألوا عن الأدوية اللي ممكن تؤثر سلبا في صحته وبتؤثر سلبا في انه يتعرض لفقدان السمع. يبقى احنا النهاردة قلنا معلومة جديدة جدا على قناة محتوى احترافي، تأثير داء السكري على فقدان السمع، ودي معلومة كان مهم ان انتوا تاخدوا بالكم منها، وحبينا نقدمها لكم بصورة مبسطة. شفنا اهم الاعراض وشفنا اهم النصائح اللي ممكن نتبعها علشان نتجنب فقدان السمع مع الاصابة بداء السكري. لازم علشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك تتابع قناة محتوى احترافي، لأن صحتك تهمنا، وارجع للفيديوهات القديمة هتلاقيها بتفيدك جدا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.